النبيل الفضل الله يطول بعمره يطعن في قانون التعليم المشترك وبيروح المحكمة الدستورية على بركة الله. أعطوني التقرير. قمت بطعن لدى المحكمة الدستورية المقرة في شأن قانون التعليم المشترك اللي يسمى بعدم الاختلاط، ونتمنى أن المحكمة الدستورية يأتي حكمها بما يتوافق مع الدستور كما تعودنا، لنكتشف مدى دستورية القانون الذي منع التعليم المشترك، فإن كان دستوري موافقين عليه، وإن كان غير دستوري فيجب وقفه وإلغائه والاكتفاء بما تكفلت فيه الدولة من مصاريف باهظة ليس لها أي مردود. ألف شكر. تصدقون الخبر الثالث ما راح تصدقونه؟